السلام عليكم، تحياتي للاخوان ديالنا، تحياتي كيف ما العاده، الشكر بزاف بزاف على الدعم ديالكم، كنحييكم بزاف، مرحبا بكم والف مرحبا بالاخوان الجداد اللي التحقوا بالقناه. تحيه كبيره لكم، وكيف ما العاده رانا كنخلي الرقم الهاتف ديالي واللي اتصل مرحبا والف مرحبا الاخوان. نبداو على بركه الله. رئيس عبد الله، تحياتي لكم الرياس، معكم الرئيس ابراهيم، تحياتي لكم من الحداده، كانت الحداده كما القاعده. ندوزو مباشره للسؤال ديال الرئيس المحفوظ زعتر، تيقول لك عطاك الله الصحه والراحه تبارك الله عليك. بغيت نسولك الرئيس عبد الاله، ما دور رمي الاحجار في الماء؟ زعما ملي كتكون مع شي كوربين الرئيس عبد الاله كيبقاو الدراري يضربوا بالحجر. مرحبا سي محفوظ، مرحبا والف مرحبا، ما فيها باس يعني نحاولوا نعرفوا بهذيك الطريقه هذيك، او نخليو الاخوان ديالنا يعرفوا علاش الرياس كيرميو بالحجر في الماء ملي كيكون شي واحد مشابر مع الحوت، يعني مع شي كوربينه بالضبط، كيكونوا بعض الاخوان كيهزوا الحجر وكيضربوا مع الماء. هذيك الظاهره انا شفتها في قنيطره بوحدها، مدن اخرى لا، على حسب المصايد وعلى حسب يعني كل صياد وكيفاش تعود يتقاتل مع حوته. الطريقه اللي كتشوفها ناجحه لك 100% راه كتبعها. حنا كنعرفوا بان الكوربينه، حنا ما عندناش في قنيطره مثلا الحجر على برا بزاف، الحجر كامل اللي كاين في المون هو كاين مع الجناب. كاين بعض البلايص اللي فيهم مثلا شي لافيراي ولا شي حاجه، يعني ما عندك كدير الا مشالك الحوت ليهم تما في السلم وصافي. اما في الجناب حنا عارفين كاين الحجر، كاين هذوك القوى الجبارية الكبار ديال الحجر اللي دايرين في الراس كاملين دايرين فيهم بيوت هاد تحت، يعني كاين متاهات الا دازلك منهم الحوت صعيب باش تجبدو، صعيب باش تجبدو. يعني ملي كتكون انت مشابر مع واحد الحوت على برا كدابز معاه واحد الوقيته، هذاك القرب كيتم جاي لعندك، هو ماشي جاي كانه راعية ولا كانه راه استسلم، لا هو جاي متحس به بانه جاي وراه باقي في القاع وجاي وباقي في كل القوة ديالو كاملة. علاش جاي؟ راه جاي باش يدخل لك في دوك المتاهات اللي تحت، يدور لك لاطريس مع الحجر ويخليك انت هي مشابك وهو غيقطع ويمشي بحالو. يعني هنا شنو كيدير الرئيس؟ يعني خصو شي طريقة باش يمنع داك الحوت من المجيء لعندو، والطريقة الوحيدة هي كنهزو حجر وكنلوحوه قدام الحوت. يعني اللي كيكون شاد القصبة هو اللي تيكون مقيدي وعارف، تيقول الدراري ها فين تلوحو الحجر، يعني هو اللي عارف الحوت ديالو فين كاين. يعني كتلوحو قدامو، الحوت ها هو جاي، انت خصك تلوحو قدامو ماشي من موراه. الى لحتي من موراه كتزيد تشجعو يزيد يدخل لعندك، يعني كتلوحو قدامو. هذيك الحجرة ملي كطيح في الماء شنو كدير؟ كدير واحد الصداع، كدير واحد الضجة في الماء. هذيك الضجة وهذيك الصداع اللي كيجي قدامه ديال الحجر كينزل قدامه تيخلي الحوت يبدل رأيه، تيخاف، تيولي يرجع. حنا هادشي كامل غير باش الحوت يرجع يخرج على برا، حسن ما يبقى قدامك تما في الحجر. كل ما خرج على برا كاين غير الرملة في مهدية برا، مكاينش حجر على برا، كاين الرملة. يعني انت واخا يكون عندك الخيط رقيق تمكن من الحوتة برا، تقتلها في خاطرك برا. اما ملي كتجي لك الحجر كتولي في خطر، حجر ماضي فيه بوزروق ماضي، الحجر كيتخدم مع البحر مع الموفيطة مع الاحتكاك ديال المواج مع الحجر، شنو كيمضى بحال المواس. يعني واخا يكون عندك لاطريس اخر ما كاين في لاطريس ما غياكلش مع داك الحجر اللي كاين تما، الا داز لك الحوت تما في شي متاهة ما تعاودش تشوفو. هذاك الشيء علاش كنضربو بالحجر قدام الحوت ملي كيكون جاي، باش يعاود يرجع على برا حتى يعيا. حنا ملي كنحسو بالحوته ديالنا عيات صافي كتقول الدراري حبسو، يعني واخا تكون جايبها انت كتقول لهم حبسو، لان يعني الحوت انا حاس بيه عايم ماشي في شاد القاع، يعني في اي لحظه كيعوم تيبان. نتمنى من الله الفكره تكون وصلات، وتحياتي ليكم وشكرا على الدعم ديالكم. ورقم الهاتف كيف ما العاده 06 17 54 75 34، 06 17 54 75 34. شكرا لكم على الدعم.